بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى هذا النقل المباشر لتلفزيون سلطنة عمان من خلال القناة العامة والبرنامج الثاني لتلفزيون السلطنة لنقل المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل من مدينة العاديات بولاية السي بمحافظة مسقط، حيث ينظم نادي سباق الخيل السلطاني هذا السباق الذي يتكون من في انتظار المقدم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الذي سيشرف هذا المكان بعد قليل ليشمل برعايته السامية المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل الذي يشكل إطلالة جميلة عند بداية كل عام ميلادي. بوادر الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة الذي سيشرف هذا المكان ليشمل برعايته الكريمة هذا المهرجان. الموكب السامي كما تتابعونه مشاهدينا الكرام من خلال هذا النقل التلفزيوني لتلفزيون سلطنة عمان عبر برنامجيه الأول والثاني، ليبدأ هذا المهرجان وصول جلالته حفظه الله ورعاه، ولتبدأ فقرات المهرجان بالانسياب. هناك ثلاث مجموعات من الفرسان والفارسات يقفون في استقبال الموكب السامي.
مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظكم الله ورعاكم، تزهو مدينة العاديات فخرا برعاية جلالتكم للمهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل الذي تتألق فيه الخيل عدوا وعرضا وفنونا، ويزهو فيه الفارس والفارسة إبداعا وتسابقا. في أمسية أردتم لها جلالتكم أن تشكل ألقا لفنون الخيل الحديثة واستدعاء أنيقا لفنون الخيل التقليدية في بلادنا الحبيبة، حيث تبدأ الآن أولى الفقرات بالمسيرة المشتركة للركب العسكري والعربات.
تبدأ الآن فقرة مسيرة الفارسات والجوالة، مجموعة من الفارسات بالزي العسكري تتبعها كوكبة من العربات التي تجرها الخيل، وخلفها مجموعة من فرسان الجوالة، بينما يشهد ميدان الاستعراض الداخلي استعراض ركوب السرعة واستعراض رياضة الروديو. Oh!
بعد قليل سوف ينطلق الشوط الأول على مسافة 1800 متر، شوط الدرب العماني للإنتاج المحلي عمر 5 سنوات فما فوق، والمسمى بسباق حصن الأخضر للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 10 فرسان. وإليك الاستعراض المشاركة الجواد رقم 1 بن صور من نسل عقيق على رغدة لمالكية السيد ماجد بن حمد البوسعيدي والفارس محمد والفارس ماهر بن جمعة البلوشي المدرب حسن بن يوسف البلوشي. الجواد رقم 2 صنديد إنتاج محلي من نسل المسرور على العناب وهو المرشح الأول والأقوى لكسب هذا الشوط لمالكه يوسف بن صالح البلوشي والفارس محمد بن علي البلوشي والمدرب سعيد بن سالم البلوشي. الجواد رقم 3 مذكور إنتاج محلي من نسل النودي على المودة المالكة الخيالة السلطانية والفارس سعيد بن حقي البالي والمدرب جوليا مسمار. انطلق على بركة الله وتوفيق الشوط الأول بمشاركة المنصور صنديد مذكور منحان مبادرة العالية الجوارة الفارس المقبل بخطر. انطلاقة قوية منه بداية الشوط، وبعد قليل تعبر الخيول المشاركة في الشوط الأول من أمام المنصة السلطانية. يتصدر القيادة الآن رقم 4 محال في الصدارة الآن، وبنصور من الخارج في المركز الثاني والمنعطف الأول في هذا الشوط. محال لا يزال في الصدارة، وهناك محاولات مستمرة من بنصور من الخارج لمحاولة تحسين مركزه. إذن ياسر من جبين السنادي على محال الآن يحاول أخذ موقع متقدم. محال لا يزال في الصدارة، ودخول من المقبل الآن من الخارج في المركز الثاني، ومذخور في يتقدم إلى الصدارة الآن، إذن مذخور في المركز الثالث. محال لا يزال مسيطر ويقود القياد باتجاه المنعطف الأخير في هذا الشوط. محال لا يزال في الصدارة، وهناك مذخور في المركز الثاني، والمقبل لا يزال في المركز الثالث. بعد قليل تدخل القيادة المنعطف الأخير في هذا الشوط الذي بعده، ستكون في الخط المستقيم الذي يفصلنا 350 متر عن خط النهاية. إذن ها هي القيادة المشاركة في الشوط الأول تدخل الآن المنعطف الأخير في هذا الشوط، ومحال الآن في الصدارة، وهناك المقبل في المركز الثاني، ومذخور لا يزال يذخر جهده في المركز الثالث، وهناك تباين بين المراكز الثلاثة الأولى. تأخذ الآن القيادة الخط المستقيم باتجاه المقصورة السلطانية. إذن 200 متر الأخيرة تفصلنا عن خط النهاية، ولا يزال محال في الصدارة، وهناك تقدم من الداخل الآن، تقدم من الداخل لرقم 8. إذن القرص في اللحظات الأخيرة والحاسمة، القرص والمقبل، وهناك أيضا العادية، العادية أم المقبل المركز الثاني، إذن العادية أو المقبل، هناك المقبل في المركز الثاني، والمركز الأول مبدئيا كان القرص الذي ظهر في 100 متر الأخيرة. إذن حتى إلى أن تصلنا النتيجة النهائية من قبل لجنة السباق والتحكيم بعد أن يتم اعتمادها، الزمن المسجل 2:17. إذن الشوط الأول والمسمى بسباق حصن الأخضر للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر قد انتهى قبل قليل، وشهد تنافسا كبيرا بين الفرسان المشاركين في هذا الشوط. We'll be right back.
انطلق على بركة الله الشوط الثاني على مسافة 1100 متر والمسمى بسباق حسن البستان للخيول العربية الأصيلة والمخصص للفارسات بمشاركة سباق أثير وارفة تميم شمة العطف نهضة. الترشيحات تنصب على نهضة ووارفة وهناك أيضا أثير ربما يقدم مستوى جيد. الصدارة الآن لأثير في المركز الأول وتميم في المركز الثاني بينما نهضة لم تنهض بعزيمتها حتى الآن لا زالت في المركز الثالث. وهناك دخول للعطف الآن يتقدم من المركز الرابع من الخارج إلى المركز الثالث ولا يزال أثير في الصدارة. أثير في الصدارة وتميم في المركز الثاني ونهضة في المركز الثالث. نهضة تتقدم الآن وتأخذ الصدارة في المركز الأول وهناك دخول من الخارج الآن. إذن 200 متر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية وأثير يقدم مستوى جيد كما ذحر الشحناء. أثير في المركز الأول وبفارق كبير جدا. إذن أثير وبفارق 3 أطوال وسباق في المركز الثاني ونهضة في المركز الثالث. هذه النتيجة المبدئية للشوط الثاني الذي انتهى قبل قليل على مسافة 1100 متر. كانت الترشيحات تنصب على نهضة ولكنها تراجعت إلى المركز الثالث. نهضة لها نتائج مشرفة خلال الصيف الماضي. الشوط الثاني إذن قضى قبل قليل. سباق حصن البستان للخيول العربية الأصيلة للفارسات ولمسافة 1100 متر. Thank you.
بعد استعراض خيول وأمهار الجمال ومواليد الأفراس والحوامل والسلالات، ستبدأ الآن فقرة فن الرزحة والعربة الموسيقية، متبوعة باستعراض سباق القدرة والتحمل. إليكم النتيجة النهائية للشوط الأول بعد أن تم اعتمادها من قبل لجنة السباق والتحكيم. المركز الأول كان من نصيب الجواد رقم 8 القارص ملك الخيالة السلطانية وفارسه أسعد بن علي السيابي والمدرب جوليان سمارت.
المركز الثاني كان من نصيب الجواد رقم 9 المقبل لمالكه عبد الله بن سليمان الفارسي وفارسه فهد بن عبادي الحجري والمدرب عبد الله بن سليمان الفارسي. المركز الثالث كان من نصيب الجواد رقم 6 العادية لمالكها المهند بن سعيد الحشار، الفارس عامر بن سالم الغنيمي والمدرب محمد بلاسم. إذن كانت هذه النتيجة الرسمية والنهائية للشوط الأول. أما النتيجة النهائية للشوط الثاني، المركز الأول كان من نصيب الجواد رقم 2 أثير من الخيالة السلطانية، وامتطت صهوة أثير الفارسة فاطمة بنت راشد المنجي. المركز الثاني كان من نصيب الجواد رقم 1 سباق من الخيالة السلطانية، وكانت على صهوة سباق عزيزة بنت حمود البهلاني. المركز الثالث كان من نصيب الجواد رقم 7 نهضة من الخيالة السلطانية، وكانت على صهوة نهضة الفارسة رائدة بنت سعود البحري. جميع المراكز الثلاثة من تدريب المدرب جوليان سمارت. أخذت الآن الخيول المشاركة في الشوط الثالث مواقعها في جهاز الانطلاقة عند نقطة 1600 متر. هذا الشوط والمسمى بسباق حصن الشارق للخيول المؤصلة على مسافة الميل 1600 متر. إذن معظم الخيول أخذت مواقعها الآن في جهاز الانطلاقة، وما هي إلا لحظات وسوف ترفع الرائة البيضاء إذانا باكتمال الخيول في مواقعها. تجري المحاولات الآن لإدخال الجواد روشن ريليشن. إذن المحاولات تجري الآن لإدخال الجواد رقم 9 روشن ريليشن. الجواد متنرفز بعض الشيء، وهذا معروف عن هذا الطبع في فصيلة الخيول العربية المؤصلة دائما. إذن رفعت الآن الراية البيضاء وما هي إلا لحظات وسوف ينطلق الشوط الثالث للخيول المؤصلة على مسافة 1600 متر. أخذت جميع الخيول الآن مواقعها في جهاز الانطلاقة وما هي إلا لحظات وسوف انطلق على بركة الله الشوط الثالث للخيول المؤصلة على مسافة 1600 متر بمشاركة نجمة الصفا مأمونة مطيعة ثيولوجي شفيق مندارينا فلاور ستريت دريشن ريشن المهيب سكوزي. انطلاقة قوية وسريعة منذ بداية الشوط، وقد عبرت الخيول الآن من أمام المقصورة السلطانية باتجاه المنعطف الأول في هذا الشوط. مأمونة تقود الخيول المشاركة في هذا الشوط، وشفيق في المركز الثاني، وهناك ثيولوجي في المركز الثالث. إذن لا تزال مأمونة في الصدارة بفارق طول، وهناك محاولات من الداخل من قبل شفيق. شفيق من الداخل ومأمونة في المركز الأول، وهناك مندرينا الآن في المركز الثالث. إذن لا تزال مأمونة في الصدارة، وهناك محاولات من الجواد رقم 6 شفيق. شفيق من الخارج ومأمونة من الداخل في المركز الأول، وروشن ريشن يحاول الآن في المركز الثالث. بعد قليل سوف تدخل الخيول المشاركة في هذا الشوط المنعطف الأخير الذي بعده ستكون في الخط المستقيم، ولا تزال مأمونة وهناك شفيق. إذن شفيق يحاول الآن في التقدم، بينما مأمونة لا تزال متصدرة. شفيق من الخارج ومأمونة من الداخل، مأمونة لا تزال في الصدارة. محاولات شفيق لا زالت مستمرة. مأمونة وشفيق، مأمونة لا تزال في الصدارة، مأمونة في الصدارة وشفيق في المركز الثاني، وهناك تقدم الآن من فور ستريت. إذن مأمونة أم شفيق؟ مأمونة أم شفيق؟ وتصنعها مأمونة وتظفر بالشوط الثالث للخيول المؤصلة على مسافة 1600 متر، وسجلت توقيتا وقدره دقيقة و44 ثانية، بينما حل شفيق في المركز الثاني. هذه هي النتيجة المبدئية للشوط الثالث الذي انتهى قبل قليل. إذا انتهى الشوط الثالث سباق حصن الشارق للخيول المؤصلة لمسافة 1600 متر، لتبدأ بعد قليل واحدة من الفقرات الشيقة في هذه الأمسية الجميلة، وهي استعراض مهارات ركوب الخيل. بعد ذلك سنشهد أيضا مجموعة من الفقرات، منها سباق المرح للأطفال وقيادة العربات أيضا للأطفال، وسيقدم أيضا في ميدان الاستعراض استعراض التقاط الأوتاد وسباق الموانع
وهذا أيضا من السباقات المخصصة للأطفال المشاركين بكثافة في هذا المهرجان. استعراض مهارات ركوب الخيل من الفقرات المثيرة التي ستقدم في هذه الأمسية، والفرسان في الجانب الآخر على استعداد لبدء تقديم هذه الفقرة الجميلة، بينما الفرسان الذين شاركوا في الشوط الثالث يخرجون الآن من ميدان السباق. الخيل والفرسان على أهبة الاستعداد لتقديم واحدة من فقرات المهارات الجميلة. Thank you.
سيبدأ سباق المرح للأطفال بعد قليل في واحدة من الفقرات الجميلة والخفيفة في هذا المهرجان. وبعد ذلك أيضا قيادة العربات للأطفال. استعراض التقاط الأوتاد وسباق الموانع للأطفال في ميدان الاستعراض الداخلي.
التي ستشارك في الشوط الرابع عند نقطة الانطلاق عند إشارة 1100 متر، وبدأت في أخذ مواقعها في جهاز الانطلاق. إذن معظم الخيول أخذت مواقعها الآن في جهاز الانطلاق، والمحاولات جارية لإدخال الجواد رقم 6 متفاني يأخذ موقعه الآن. ترشيحات هذا الشوط تنصب على زمير بديع ومتفاني. متفاني يحتل المركز الأول في قائمة الترشيحات، وهناك بديع في المركز الثاني من حيث قائمة الترشيحات، وزمير في المركز الثالث. إذن لازلنا بصدد انتظار رفع الراية البيضاء إذانا باكتمال الخيول في جهاز الانطلاقة. هذا الشوط مسمى بسباق حصن الخندق للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1100 متر. في الشوط السابق الذي كان على نفس المسافة جاء التوقيت دقيقة و18 ثانية، وأتوقع في هذا الشوط سيكون التوقيت أفضل من الشوط السابق في نفس المسافة من حيث مستوى الخيول ومستوى الأداء الذي ظهرت به خلال الموسم الماضي. متفاني، هل سيتفانى متفاني وهل سيعيد أمجاده الماضية في الموسم الماضي؟ وهناك بديع، هل سيبدع كما بدع في سباق العام المنصرم أيضا؟ وهناك زمير الجديد على هذا الميدان الذي يشارك لأول مرة في السباق السلطاني. إذن زمير الجواد رقم 3 وبديع الجواد رقم 5 ومتفاني الجواد رقم 6 سوف تحتدم المنافسة بينهما عند خط الانطلاقة. الجواد رقم 1 قدير من نسل المسرور على الأمجاد، الجواد رقم 2 مكتشف من نسل ليل شام على الدروينة، الجواد رقم 3 زومير من نسل دورمان على العرضة، والجواد رقم 4 بدر السماء من نسل بارود دي كورني على أودينا، الجواد رقم 5 بديع من نسل المسرور على مرجانة، والجواد رقم 6 متفاني من نسل عامر على البهية، الجواد رقم 7 آر أس محارب من نسل دروج على مملوكة، والجواد رقم 8 زينة من نسل دورمان على جازيلة، الجواد رقم 9 هدية من نسل المهاب على بهية، الجواد رقم 10 خولة من نسل ليبرتي دي كايرو على غزالة. كما أسلفنا ترشيحات هذا الشوط تنصب على بديع من الخيالة السلطانية، ومتفاني أيضا من الخيالة السلطانية، وزمير أيضا من الخيالة السلطانية. إذن خيول الخيالة السلطانية تستحوذ على قائمة ترشيحات هذا الشوط. تجري المحاولات الآن لإدخال الجواد رقم 9 ورقم 10. إذن لا زالت المحاولات جارية لإدخال الفرس هدية في الحارة رقم 9، وهناك أيضا خولة في الخانة رقم 10. لا تزال المحاولات جارية لإدخال هدية وخولة، وربما سيطلق الشوط في حالة عدم انصياعهما للدخول. انطلق على بركة الله وتوفيق الشوط الرابع على مسافة 1400 متر، والمسمى بسباق حصن الخندق للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة قدير مكتشف زمير بدر السماء بديع متفاني أرأس محارب زينة، وهناك هدية وخولة استبعدت من السباق لعدم انصياعهم ودخولهم إلى جهاز الانطلاقة. متفاني يتفانى منذ البداية ويخطف صدارة الشوط، وهناك زمير من الداخل في المركز الثاني، الثلاث مراكز الأولى متقاربة لا تزال. إذن الزمير من الداخل ومتفاني الآن من الداخل، متفاني من الداخل، وهناك زمير من الخارج يأخذ الصدارة الآن. إذن زمير يأخذ الصدارة، زمير من الخيالة السلطانية يقود القيادة المشاركة في هذا الشوط الآن. أرأس محارب يأخذ موقع متصدر الآن، أرأس محارب والخط المستقيم 350 متر الأخيرة تفصلنا عن خط النهاية. الآن إلى المركز الثاني زمير ومتفاني وأرأس محارب في الصدارة. إذن رقم 6 متفاني الآن، متفاني من الخارج يخطف الصدارة، وزمير في المركز الثاني من الداخل. إذن متفاني كما كانت ترشيحاتنا قد انصبت عليه منذ بداية الشوط، متفاني تفانى حقيقة في 100 متر الأخيرة، واستطاع أن يغفر بنتيجة الشوط من زمير في آخر 50 متر حينما دخل من الخارج. انتهى إذن الشوط الثالث سباق حصن، الشوط الرابع سباق حصن الخندق للخيول العربية الأصيلة. وستكون الفقرة التالية استعراض مهارات السيف والرمح والتقاط الأوتاد
واحدة أيضا من الفقرات المثيرة في هذه الأمسية الجميلة. إذا كنا قد تحدثنا عن الإثارة في استعراض مهارات ركوب الخيل، فإن الفقرة القادمة ستكون أيضا من الفقرات المميزة والمثيرة في هذا المهرجان، وهي استعراض مهارات السيف والرمح والتقاط الأوتاد، إضافة إلى رمي السهام من العربة المنطلقة بكامل سرعتها، بينما سيكون في ميدان الاستعراض الداخلي استعراض الفروسية للمسابقة الثلاثية الأولمبية. إذن إليكم النتيجة النهائية والرسمية للشوط الثالث بعد أن تم اعتمادها من قبل لجنة السباق والتحكيم. المركز الأول في الشوط الثالث كان من نصيب الجواد رقم 2 مأمونة من الخيالة السلطانية، وكان على صهوة مأمونة صابر بن محمد البلوشي ومدربها جوليان سمارت. المركز الثاني كان من نصيب الجواد رقم 6 شفيق لمالكه محمد بن ناصر الفنة والفارس فهد بن عبادي الحجري والمدرب محمد بن سالم الغنيمي. المركز الثالث كان من نصيب الجواد رقم 8 فلاور ستيت لسعيد بن سلطان المسكري والفارس حمود بن محمد الحجري والمدرب خالد بن سعيد المسكري.
اشتملت القيادة المشاركة في الشوط الخامس الآن في انطلق على بركة الله وتوفيقه. الشوط الخامس على مسافة 1600 متر والمسمى بسباق حصن جبرين بمشاركة ناصري اي اف مارجو كرايسلر ساليا دي كارير النسيم مستبعد المقدام ساشا دي باون فيوناس الأورنتيل كيروان لتوى. اذا هناك استبعاد للجواد النسيم على ما يبدو. انطلاقة قوية منذ بداية الشوط والقيادة الآن في المنعطف الأخير. إذا سباق حصن جبرين للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر. الأسماء المرشحة ساشا ديبون فيوناس كيروان لتوى ناصري. تنصب الترشيحات بين كل من ساشا ديبون وفيوناس وكيروان لتوى. إذا بعد قليل سوف تكون الخيول المشاركة في هذا الشوط في المنعطف الأخير الذي يفصلنا عن الخط المستقيم. وهناك الصدارة الآن لسيل أورنتيل من الخارج وهناك كيروان لتوى من الداخل. إذا كيروان لتوى في الصدارة الآن وسيل أورنتيل في المركز الثاني وكرايسلر في المركز الثالث. لا يزال كيروان لتوى في الصدارة. كيروان لتوى وسيل أورنتيل وبعد قليل سوف تدخل الخيول المشاركة في هذا الشوط في الخط المستقيم و350 متر الأخيرة تفصلنا عن خط النهاية الآن. كيروان لتوى لا يزال في الصدارة وسيل أورنتيل في المركز الثاني وساشا ديبون المرشح الثالث يتقدم الآن. إذن النتيجة لا تزال كيروان لتوى في الصدارة وهو مرشح لنيل هذا الشوط وسيل أورنتيل في المركز الثاني. ساشا ديباون الآن ساشا ديباون في المركز الأول من الخارج وسيل أورنتيل في المركز الثاني من الداخل. إذن ساشا ديباون في المركز الأول وسيل أورنتيل في المركز الثاني. هذه هي النتيجة المبدئية التي انتهى بها الشوط الخامس والمسمى بسباق حصن جبرين للخيول العربية الأصيلة على مسافة 1600 متر. كما أسلفنا كانت الترشيحات تنصب على كل من ساشا ديباون فيوناس وكيروان لتوى وناصري، حيث استطاع ساشا ديباون من أن يظفر بصدارة الشوط في آخر 100 متر حينما تقدم من الخارج ليأخذ صدارة الشوط. إذن الترشيحات كانت في محلها. الوقت المسجل لهذا الشوط دقيقة وستة وخمسين ثانية. الشوط الخامس انتهى. سباق حصن جبرين للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر تبدأ بعد قليل. فقرة سباق الحمير البيضاء التي تستعد الآن لدخول مضمار السباق، كما سنشهد أيضا نهاية استعراض سباق القدرة والتحمل التي بدأت في وقت سابق من هذا المهرجان، ثم سنتابع فقرة الركب الموسيقي المشترك. فقرة سباق الحمير البيضاء واحدة من الفقرات التي تقدم لأول مرة في هذا المهرجان. Thank you.
نقدم الآن خمس مجموعات من الخيالة السلطانية وخيالة الحاشية السلطانية والحرس السلطاني العماني والفارسات والجوالة استعراضا للركب الموسيقي المشترك، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية الراكبة للحرس السلطاني العماني. Thank you.
الوقع الثالث على مسافة 2000 متر سباق قصر الشموخ للخيول العربية الأصيلة على شوط على كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمشاركة الرفيع بهيج أمجاد تي بي محرز فطين الخزامة دورمان ديسبرنس باشق الباشق والترشيحات تنصب على محرز وهناك صدارة منذ بداية الشوط على الخزامة وبهيج في المركز الثاني وبفارق كبير جدا من الخزامة وأتوقع بأن الوقت لا يزال بدري بعض الشيء على فارس الخزامة حتى يحتفظ بطاقة الخزامة في الخط المستقيم. هناك فارق كبير جدا بين الخزامة وبقية الخيول المشاركة في هذا الشوط لأن الخزامة من شرطة عمان السلطانية وفارس وفهد بن عبادي الحجي تقود الخيول المشاركة في هذا الشوط الآن باتجاه المنعطف الأول. وهناك الرفيع بفارق 15 طول تقريبا من شرطة عمان السلطانية أيضا في المركز الثاني. إذن الخزامة في المركز الأول وبفارق كبير جدا والرفيع أيضا من شرطة عمان السلطانية في المركز الثاني. الخزامة لا تزال مسيطرة الآن في المركز الأول. الخزامة من شرطة عمان السلطانية في المركز الأول والرفيع في المركز الثاني. فارق كبير بين الخزامة وبقية الخيول وبدأت المنافسة تحتدم الآن عند دخول الخيول في المنعطف الأخير في هذا الشوط. المسافة بدأت تتقلص بين الخزامة وبقية الخيول المشاركة. بعد قليل تدخل الخيول في المنعطف الأخير في هذا الشوط على ما يبدو بأن الخزامة تنازلت عن المركز الأول. وهناك الرفيع يأخذ الصدارة الآن من الخارج وفطين الآن من الخارج. فطين هل سيعيد أمجاده التي حققها في الموسم الماضي بقيادة الفارس حمود الحكم سالم حمود الحكماني خلال الموسم الماضي عندما نال هذه الكأس الغالية؟ إذن فطين الآن يأخذ موقع متصدر فطين وبفارق كبير جدا. إذن فطين يعيد أمجاده الآن. فطين في المركز الأول. فطين بقيادة ياسر بن جميل السنادي بفارق 10 أطوال. وهناك محرز أيضا من الخيالة السلطانية في المركز الثاني. إذن فطين يعيد الكرة مرة أخرى وينال الشرف الكبير بالفوز بكأس مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله، حيث حقق هذا الإنجاز خلال الموسم الماضي بقيادة الفارس الذي افتقدناه في هذا الموسم سالم بن حمود الحكماني. إذن فطين يفطن في الآخر 100 متر ويظفر بالكأس الغالية بقيادة موفقة كانت من قبل الفارس ياسر بن جميل السنيدي. يا بلاد العز يا خير بلاد، أبشري ماضيك هذا اليوم عاد. يا بلاد العز يا خير بلاد، أبشري ماضيك هذا اليوم عاد. حقق الله أمانيك التي حقق الله أمانيك التي ترتجي هوى من الخيرات زاد ترتجي هوى من الخيرات زاد. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلاد العز يا خير بلاد. فارفلي واستبشري يا موطني، إنه والله قد جاء المراد. فارفلي واستبشري يا موطني، إنه والله قد جاء المراد. أشرق الفجر علينا فانجلى أشرق الفجر علينا فانجلى. كل ما كان عليها من سواد كل ما كان عليها من سواد. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلاد العز يا خير بلاد. الملك القائد الشهم الذي خصنا
مرحبا الله به رب العباد. مرحبا اهلا وسهلا بك يا مرحبا اهلا وسهلا بك يا منقذ الشعب ويا عز البلاد. منقذ الشعب ويا عز البلاد. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلاد العز يا خير بلاد. استعراض عربة تجرها 20 خيلا وهو رقم قياسي جديد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا. سعينا بالوطن نحو الهيبة سيدي الصلاة.
الأشواط الستة التي اشتمل عليها هذا المهرجان في هذه الأمسية الجميلة التي تشرفت بالرعاية السامية لها جلالته حفظه الله، يسلم جوائز الأشواط الستة على الفائزين، ثم كأس جلالته للفروسية للفارس الفائز بالشوط الأخير وهو سباق حصن الشموخ للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2100 متر على كأس حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم المهرجان السلطاني السنوي لسباق الخيل والذي شمله برعايته السامية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وتابعه أيضا حضور متميز في أمسية متميزة لكم منا جميعا من جميع الزملاء في النقل الخارجي. أجمل تحية، تحيات المخرج الزميل سعيد بن ناصر المالكي، وتحياتي علي بن خلفان الجابري.